بسم الله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. شفتوا بس القصد الإلهي هو توحيد بين المتفرقين. أنتم من نفس واحدة. وتاريخها موجود في القرآن، كيفاش بداية خلق أبينا عليه السلام آدم كانت بداية مادية، لازم عنده ريحة معينة وعنده نوع من العريكة بتاعه، عنده خصوصيات. لكن ما ولا بعد البداية دي مادية مظلمة. عموما بسم الله ما في اسمه، إذا كان تاخد الميكروفيزيك تلقى في مكونات الدين فما جزء من النور كما تقول خلايا ولا فجوات فيها النور. على كل حال، النور الحقاني هو النور الرباني حين نفخ في أبينا عليه السلام الروحي، فاكتمل خلق أبينا عليه السلام. هنا تذكر الآية: الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني وقتها أبونا آدم عليه السلام اكتمل خلقه على أحسن ما يرام، وربي أعطاه الجنة يرتاح فيها، وزاد أنسه لأمنا حواء عليه السلام، يعني خير ربي كان كامل. السعادة هذيك وينكم منها؟ وينكم منها؟ صراع بين الزوجين بالأحسن، منين؟ ورثناه من أبوينا عليهم السلام، حاشا وكلا، نسأل الله.